نحكي لك هذه واحد المرة حبيت بعثني بابا قال لي جيب لنا كيلو لحم وانا كنت نحب نلعب لي جو بكري فليبر بابي فوت تاع عمرنا هيا هذاك اللحم خروف بطون ولحم برجنين نقص عليه بهذاك الوقت 5000 6000 ما تقوليش شريت لها استنى شريت انا البرجني هذاك ورايح به للدار شو نقول لك هاي ذاك اللي كنت نست فينا اللحم تاعو شباب اللون ولا تاع شباب اي كي حطيته كيما هيك خسر فيه بابا قال لي اروحنا هذا بعد ما لعبت بابي فوت وقلت كله الدراهم وخلاص اروحنا قال لي ايش اللحم هذا قلت له اللحم من عند من شريته من عند فلان من عند ابو عزيز خذيت الطريحه فينالمون الطابع تاع البرشني والخرف ماشي كيف كيف صح واحد احمر واحد اخضر يعني الطابع فضحك الطابع فضحني فضحك